كنت بالإضافة لمصر رحت بعدها للمغرب وين حييت حفل مؤخرا. هذا الحفل صادف بلك أحزان الجزائر مؤخرا وانتقدوك بزاف الناس، حتى مدير أعمالك جاهد هو اللي رد على الإعلام الجزائري. كيفاش تعاملت أنت مع هذه الانتقادات؟ وش نقول لك، انا جيتي ان بو شوكي مي دونك الناس اللي تعرف سي سامبل سي ان كونترا اللي تنيغوسيا صافي دو موا ولا افون اي تو دونك ماهيش حاجه سهله يعني تانيولي جوست هكاك برك تي فوا مالغري بون ترحموا على الشهداء كامل اللي ماتوا سي نورمال يقول لك فوالا فرح كي ماتوا الشهداء اي تو شوف سي نيمبورت كوا Et donc voilà, c'est des contrats, il faut respecter les contrats. C'est du travail qui mène à ce que donc c'est la même chose, c'est du travail. Ou... Voilà, يعني حبيت تقول انه يعني للمشاهد وللناس اللي تسمع في مكسايب انه هذا العمل ولا الكونترا اللي كانت معكم في المغرب البلد الشقيق كنتوا ديجا قمتوا بهذا العقد وين اتفقتوا انت وياهم في هذاك النهار ما قدرتوش تلغوا، هل كان يعني البند انه كان هناك بند من البنود ولا في داخل العقد يمنعكم انكم تلغوا السهره لهذاك النهار؟ فوالا اكزاكتومون سا ديبون سا ديبون ايفينمون كاين بالك دي ايفينمون صغار مانيش عارف انا تقدر كيفاش مي كافتون سيتي ان ايفينمون شويه كبير دونك باش تلغي دقيقه تاليه جيتي بارمي لي شغل كنت انفيتي برانسيبال جافي بريباراسيون كبيره دايور جو سي با اسكو شفتو اي تو Donc voilà, c'est pas une décision facile à faire. Donc voilà. انت كيفاش تتعامل مع هذا النوع من الانتقادات، خصوصا نحن نعرفوا انه مكسايب من الناس اللي عندهم جماهيريه على مواقع التواصل الاجتماعي، بصح كي يكونوا انتقادات انت ما رديتش، كيفاش تتعامل مع الانتقادات السلبيه على هذه المواقع؟ واش نقول لك، انا جوبونس فوالا لي فري فان لي فريمون يحبوك ويفهموا الموسيقى راح يفهموا لا سيتياسيون و Voilà, c'est pour ça que je vais laisser Jahid lui répondre parce que je ne sais pas. Parce que le manager, il doit être... C'est un peu sensible. C'est la première fois où il sera à ce qu'il m'a dit. Donc, c'était la réaction. C'était naturel, je ne savais pas. Bon, c'est vrai que je n'ai rien publié, mais écoute les messages, je parlais à les fans et tout. Donc, je le fermo et tout, c'est pas... On va dire que small percent of people doing hate and stuff. أكيد أنه إحنا عندك حيكون عندك جمهور كبير، ربما الجمهور الصغير اللي ينتقدك مش الناس ينتقدوك.